وبالانتقال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت كافة الجهات المعنية جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي، مؤكدين استعداد الأجهزة الأمنية والدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة للتعامل مع أي طارئ بالرغم من نقص الإمكانيات الفنية المتاحة لهم. المزيد في تقرير نبال فرسخ. هكذا باتت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني تعمل وفق نظام إلكتروني متطور. فهذه غرفة الطوارئ المركزية من خلال برنامج محوسب صممته مؤخرا تستطيع أن ترصد الحوادث وحركة المركبات التابعة لها أثناء خروجها للتعامل مع حالات تقديم المساعدة في كافة المحافظات الفلسطينية، الأمر الذي يضمن تلبية مناشدات المواطنين بأسرع وقت ممكن. طبعا امامنا شاشه نظام تتبع المركبات اللي مجهزه كل مركبات الدفاع المدني بهذا النظام. السيارات اللي لونهم اخضر هن سيارات في مهمه بتحركن، والسيارات اللي لونهم احمر هم متوقفات في المراكز. احنا هون عندنا صفحه الدفاع المدني على الفيسبوك، بننشر كل اخبار الدفاع المدني اول باول والارشادات. هون في عندنا تقارير العمليات لحظه بلحظه، بتقدر تفوتي على اي محافظه تعرف عنوان اي مركز استجاب ومده الاستجابه، وهناك مكالمات الفيديو المربوطه مع المحافظات. حالة الطوارئ أعلنت للتعامل مع المنخفض العميق الذي بدأ تأثيره اليوم جالبا معه الأمطار والثلوج حتى مساء الأربعاء، و3000 متطوعا تم استدعاؤهم لمساندة جهاز الدفاع المدني. أجرينا كل الإسعادات اللازمة لمواجهة الكوارث، وعن التجربة السابقة أن خضت المحافظات تم عمل صبح كاسحات من تمويل الحكومة، هي ما كانش موجودة العام. للاطمئنان على جاهزية طواقم الدفاع المدني في مواجهة الطوارئ خلال هذا المنخفض، زار رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله غرفة الطوارئ المركزية بالمديرية العامة للدفاع المدني في رام الله. يأمل بداية أن يكون هذا المنخفض منخفض خير وبركة على كافة أنحاء فلسطين. لا شك توجيهات الأخ مازن والحكومة أن نتفقد جميع من له علاقة بهذا المنخفض، دائرة الأرصاد الجوية، مديرية الدفاع المدني، وزارة الصحة اللي هي بالتأكيد كمان جاهزة. يعني طلبت من أخي مدير عام الدفاع المدني أن يتواصل مع إخواننا في قطاع غزة، كما هي وزارة الصحة التي توفر الأدوية على مدار الساعة وكافة الأجهزة التي تحتاجها وزارة الصحة والمشافي في قطاع غزة. مع دخول المنخفض الجوي الأراضي الفلسطينية، يتمنى المواطنون أن يمر هذا المنخفض بأمن وسلام عليهم، فلديهم ما يكفي من المعاناة، فيما تؤكد الجهات المسؤولة جاهزيتها التامة للتعامل مع هذه الظروف الجوية الطارئة. من رام الله المحتلة نبال فرسخ، رؤيا.